مساء الخير. 10 سنين كانت عم تعود فيهم كرة القدم اللبنانية إلى الوراء بنهاية الأسبوع الماضي. 10 سنين كنا عم نعاني خلالها لنقاتل لنحارب لنطالب بعودة الجمهور إلى الملاعب، لنشجع عودة الجمهور إلى الملاعب بأعداد. الجمهور لبى النداء بالفترة الأخيرة بأواخر الموسم الماضي وأقله ببداية الموسم الحالي. يمكن الشرارة الأولى انطلقت بمباراة النجم والأنصار، مباراة الدربي، وما شاهده من أحداث على الصعيدين الجماهيري والأمني. الصعيد الجماهيري طبعا بما يرتبط بخصوص مباراة النجم والأنصار، بخصوص جمهوري النجم والأنصار، لكن الضربة القاضية كانت بقرار أمني بمنع الجمهور من دخول الملاعب إلى المباريات ببطولة الدرجة الأولى وبطولة الدرجة الثانية بنهاية الأسبوع. هالأمر أكيد رح نناقشه الليلة بقضية الأسبوع بي تي إل سبورتس، هالقضية اللي أثارت الكثير من الكلام وأثارت أكيد الكثير من علامات الاستفهام. شو هو مصير كرة القدم اللبنانية؟ شو هو مصير الأمني بملاعب كرة القدم بهالموسم؟ وأكيد شو هو مصير الفوتبول اللبناني بظل قطع العصب، عصب الحياة عنه، وهو الجمهور اللي من المفترض أن يكون هو عم يزين المدرجات يلي هو بيكمل دورة الحياة بالملاعب وبالمدرجات. يعني داني طبعا مسألة حساسة جدا، لأمر يلي تحدثنا عنه كتير بالموسم الماضي عاد شبحه ليلقي بظلاله على الموسم الجديد. بالفعل شرب المساء الخير أول شيء، ومساء الخير للجميع. أكيد كرة القدم دايما عندها طلعات ونزلات، لكن مثل ما بنعرف دايما الرياضة بتستمر على النحو الجيد. بسياق حلقتنا لليوم رح نكون مع البطولات اللبنانية، كان بيتعلق ببيمبون سيدات، رجبي يونيون عند الرجال، بالإضافة لأمور أخرى. يعني طبعا حلقة غنية من تي إل سبورتس مثل ما تعودنا كل تنين نحن وياكم نكون، لكن البداية رح تكون من الأسبوع الصامت بكرة القدم اللبنانية، الأسبوع يلي شهد حضور الأندية وغياب الجمهور. إذن المرحلة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم كانت عم تقام بحضور المعازيم، إذا فينا نقول العرس من دون معازيم ما له نكهة، ما له طعمه. هذا هو الأمر كان عليه بكل الملاعب، ومن هالملاعب اخترنا 3 مباريات اعتبرناها الأهم بهالأسبوع. والبداية رح تكون من بحمدون، من النجمة المبعد عنه جمهوره بقرار اتحادي يلي كان عم واجه الحكمة الجريح، والمفاجأة كانت بحصول الحكمة على نقطة من هالمباراة. هيدي الأجواء كانت بمثابة عرس كروي فني وجماهيري الأسبوع الماضي، وبعد أسبوع انقلب المشهد رأسا على عقب. دخل النجم مباراته أمام الحكمة بغياب رأس الحرب الأساسي يلي هو الجمهور. أبناء المنارة دفعوا ثمن تهور بعض جمهوره بافتتاح المرحلة الخامسة من الدوري. دخل الفريق مباراته السهلة على الورق أمام الحكمة منكسر بفعل غياب دعمه الأساسي، ونقل مباراته من صيدا إلى ملعب أمين عبد النور بحمدون. والغريب قرار النجم بطلب اعتماد ملعب بحمدون عوضا عن بش حمود يلي اختاروا الاتحاد لإقامة المباراة. صحيح أنه أرضية بحمدون أفضل، إلا أنه حجم الملعب أصغر وبيتناسب مع طريقة لعب فريق جاي يسكر منطقته ويخرج بنقطة، وهيدا يلي صار مع الحكمة اللي ساعدوا حجم الملعب بالحصول على 2 نقاطه هالموسم. نادي النجم بلا جمهور وفي نادي النجم الحمد لله أننا عرفنا أن نغلق مفاتيح اللعب لنادي النجمة، ولعبنا بطريقة بحت، طريقة دفاعية، لأنه هني طالعين مباراة مباراة الأنصار، مباراة الديربي، ربحاني 1-0، عندهم الرغبة وعندهم الحافز. الحمد لله احنا لعبنا بطريقة تكتيكية عالية جدا. الصمت خيم على مدرجات الجبل، واحدة أصوات اللاعبين علت على أرضية الملعب، وصوت لاعبي الحكمة كان أعلى بفعل الخطة الدفاعية المحكمة اللي وضعها المدرب فؤاد حجازي. لاعبي النجمة ناموا على مجد انتصارهم بالديربي على الأنصار. أخضر الأشرفية نجح بعرقلة الانطلاقة النبيدية الجديدة ويعيدهم لنقطة الصفر، وهالنقطة بتلمسها عند محاولتك الحديث مع لاعبي الفريق أو الجهاز الفني يلي اكتفوا بالقول راح الدوري. فنيا كان النجم أفضل طوال دقائق المباراة واستحوذ على الكرة طيلة فترات المباراة، لكنه ما نجح بترجمة الفرص إلى أهداف بفعل تألق لافت للمصري أحمد جرادي يلي سيطر على الكرات الهوائية وشكل دعامة قوية لمرمى الحكمة يلي حرصوا عن جدارة نزيه طي. أول شيء يعطيني العافية الفريقان، يعني تلعب قدام نادي النجم، يعني أكبر نادي بلبنان، طموح كل لاعب يلعب بهذا النادي. نقطة مستحقة، نقطة مستحقة أخذناها الحمد لله أنه الله أكرمنا، خصوصا من نادي مثل النجمة. يعني
يعني طبعا الحكمة عم يلتقط أنفاسه إذا فينا نقول، عم يخرج من المركز الأخير، عم يهرب من المركز الأخير نقطتين، لكن النجمة علامة استفهام كبير بعد مباراة رائعة جدا لعبها أمام الأنصار، عاد ليتخبط بالنتائج السلبية. الفريق النبيذي يلي ما بينطر منه جمهوره إلا دائما الانتصارات، إلا 3 نقاط، وإلا أنه يكون قريب من الصدارة أو على قمة الترتيب. صفا والنبيشيت هني اللي كانوا عم يتنافسوا على قمة الترتيب بنهاية الأسبوع. النبيشيت يمكن المفاجأة السارة بالموسم الماضي أصبح منافس أساسي للفرق الكبرى هالموسم. النبيشيت كان أمام فرصة مهمة جدا على أرضه وبين ما في قول بين جماهيره لأنه كانت غايبة بملعبه، أنه يخطف الصدارة من الصفا، لكن الصفا بقيادة أمير رستم منه فريق سهل أبدا. صفا مرة جديدة عم بحقق النتيجة الأبرز كان به الأسبوع، وعم يفوز على النبيشيت بقيادة نجمه على البابا. صفا واصل الصدارة عن جدارة، أبناء وطل مصيد بشد الرحال نحو البقاع وعين على نقاط المباراة 3 أمام النبيشيت. مباراة حامية بأجواء مناخية باردة احتضنها ملعب النبيشيت. كيف لا والفائز بالمواجهة بيتصدر الدوري بعد انطلاق 5 مراحل على البداية. حضر جمهور أصحاب الأرض برغم قرار الإيقاف وسيطر الضيوف على أغلب فترات الشوط الأول بتشكيلته المحلية. المدرب أمين رستم فضل إبقاء نيجيري بروشوس والشيخ الجوك على مقاعد البدلاء، ومنح الثقة للاعبين أثبتوا هالموسم أنهم من الأفضل وبيلعبوا من أجل قميص النادي قبل اسمهم. فرص الفريق الأصفر بالجزء الأول من المباراة اصطدمت ببسالة المدافع علي الأتات ويقظة الحارس وحيد فتال، فيما ندرت فرص أصحاب الأرض يلي بدا تأثير غياب هدافهم المالي عبدالله كانوتي. بالشوط الثاني تابع الصفا العزف على منوال التألق بقيادة الفنان محمد حيدر يلي قدم العديد من الفواصل الفنية الجميلة ونجح بترجمة إحداها على البابا بالدقيقة 66. حيدر تخطى بمجهود فردي أكثر من لاعب ومرر كرة حريرية لرأس الحرب الصفاوي يلي ما توانى عن إسكان الكرة الشباك. البابا رفع رصيده ل4 أهداف وأثبت صوابية قرار المدرب رستم بمنحه فرصة كاملة هالموسم. بالمقابل حاول رجاله للمدرب محمد الدقة العودة لأجواء المباراة، لكنهم اصطدموا بجدار دفاعي مسلح بقيادة المتألق نور منصور ومساعدة علي السعدي يلي أغلقوا الباب تماما أمام محاولات أصحاب الأرض، فيما كان حارس الدولة مهدي خليل بالمرصاد لباقي المحاولات اللي فشل دفاعه بالتعامل معه. النبيشيت خرج من المباراة بخسارة هي الثانية له هالموسم. يعني من المدرجات كنا عم نشوف انه بعض مشجعي فريق النبيشيت كانوا اذا فينا نقول عم يتسللوا الى المدرجات ليطفوا روح اجمل الى المباراة، ولو انه النتيجة ما كانت لمصلحة الفريق البيقاعي، والصفا بالتالي عم يتقدم او عم يعزز تقدمه وصدارته على النبيشيت ب 13 نقطة، الصفويين بصدارة الترتيب العام. يمكن البعض اعتبر انه هي مباراة الاسبوع مباراة الصفا والنبيشيت، لكن كانوا غلطانين كتير. لا، مباراة العهد حامل اللقب وشباب الساحل الطامح بشكل كتير كبير ليلعب الادوار الاولى كانت هي عم تسرق الانظار، هي كانت عم تكون مباراة الاسبوع ان كان على صعيد عنوانها او على صعيد النتيجة. عدم الثبات على تشكيلة واضحة، تغييرات بالمراكز، تذبذب مستوى النجوم بين مباراة والتانية، وغياب الروح القتالية برغم تحقيق 3 انتصارات متتالية. باختصار هيدا واقع نادي العهد هالموسم يلي ما عم يحمل من صفة البطل إلا اسمه. مواجهته مع شباب الساحل خلخلت أعمدة الفريق يلي رح يمثل لبنان هالموسم بكأس الاتحاد الآسيوي. فريقنا ما بيطمن، لازم نشتغل على حالنا أكثر، لازم نتمرن منيح، لازم نتواضع شوي أكثر من هيك، لأن الفريق هيك ما حيطمن لا نحرز اللقب صراحة، إذا هيك حنضل ما حنعمل شيء بالدوري. بطل لبنان دخل المباراة وعينه على النقاط 3 لملاحقة الصفا المتصدر. رجال المدرب محمود حمود تقدموا بهدف ممدود رماك بعد خطأ فادح من مدافع الساحل جاد نور الدين، استغلوا حسن شعيته وأهدى كرة على طبق من ذهب للمهاجم السنغالي يلي رفع رصيده ل4 أهداف بصدارة ترتيب الهدافين. وبعد دقائق من الهدف أصيب ميزان الوسط العهداوي دنس، استعاد رجال المدرب موسى حجاج المبادرة وسيطروا على وسط الملعب وهددوا مرمى الخصم أكثر من مرة لحد ما نجح وسيم عبد الهادي بإدراك التعادل بكرة رأسية بعد ركنية موسى زيات. وقبل ما يستفيق العهد من صدمة هدف التعادل، أطلق الغاني دوغلاس نيكروما أزيفة بعيدة المدى من ركلة حرة أخطأ الحارس محمد حمود بالتعامل معه لتسكن شباكه. مش هذا العهد اللي عم نعطيه، نحن كنا منيح كتير،
دخل مرمينا هدف بالخطا. هذا عالم الفوتبول، عالم اخطاء. بقينا متماسكين منظمين، قدرنا نسجل هدف تعادل وهدف الربع، الله وفقنا. بالشوط الثاني حاول العهد العوده لاجواء المباراه، الا انه شباب الساحل كان اكثر تنظيما. تبديلات المدرب حمود كانت مفاجاه باخراجه ممدوع عباس عطوي، ففقد الفريق التوازن الهجومي بظل ابتعاد احمد الزريق عن مستواه المعهود، اضافه الى تالق الحارس علي حلال. فوز الساحل اعاد ابناء المتن الجنوبي الى المنافسه على اللقب. ارتقى الفريق لوصافه الترتيب مناصفه مع الانصار، اما حامل اللقب اصبح بيبتعد 4 نقاط عن الصف المتصدر. احنا من اول موسم حاطين براسنا ان شاء الله نفوت على البطوله، انه ننافس ونكون من الفرق المقدمه، وزي ما شفت احنا فايتين على اللقاء وعم نفكر بثلاث نقط، مش عم نفكر بالتعادل او باي شيء ثاني. اذا خلينا نتابع سوا النتائج الكامله للمرحله الخامسه من الدوري اللبناني. مثل ما شفنا يوم الجمعه النجمي كان عم يتعادل مع الحكمه 0-0. الانصار عم يقود بفوز صعب من الصغرطة امام السلام بنتيجه 2-1. الاحد الاجتماعي كان عم يفوز على الشباب الغزيه، راسينج فوز مهم على طرابلس، اول خساره للفريق الشمالي بعد 4 تعادلات. شباب الساحل عم يفوز على العهد 2-1. طبعا النبي شيت كان عم يسقط امام الصفا بنتيجه 0-1. الترتيب العام للفرق الصفا بالصداره مثل ما ذكرت من دون اي خساره ب 13 نقطه. الانصار بالمركز الثاني مثله مثل شباب الساحل ب 10 نقاط. النبي شيت رابع ب 9 نقاط، نفس الرصيد اللي بيملكه العهد والراسينج. الاجتماعي معه 8 نقاط بالمركز السابع، النجم بالمركز الثامن ب 6 نقاط، مركز لا يليق بالنجم. طرابلس معه 4 نقاط، الحكمه ترك قاع الترتيب للسلام الزرقاء والشباب الغزيه اللي عم يتساووا بنقطه، الفريق الاخضر بيملك نقطتين. ترتيب الهدافين ما تغير كتير، الصراع على الصدارة لا يزال مستمر بين علاء البابا من الصفا ومامادو درامي السنغالي من العاد يلي رفعوا رصيدهم إلى 4 أهداف، حسن عزيمي، لوكاس جالان، أوكتافين دراكيتش ومحمد حيدر. محمد حيدر معه هدفين، بينما عزيمي ولوكاس وأوكتافين 3 أهداف. خالد الصالح معه هدفين مثله مثل ديفيد أوبوكو، موسى كبير وهدفين، عبد العزيز يوسف هدفين، خالد تكجي هدفين، يعني كتار اللاعبين يلي معهم هدفين. المنافسة على لقب الهداف لا تزال مفتوحة. بالنسبة لبرنامج مباريات المرحلة السادسة، صفا غزية، أنصار عهد، النجمة، طرابلس، اجتماعي، سلام، النبي شيت، الحكمة، شباب الساحل والراسيك مثل ما ملاحظين ما حاطين لا اليوم ولا الملعب ولا الساعة، بانتظار انه الاتحاد اللبناني لكرة القدم يخرج بالبرنامج الرسمي بخصوص نهاية الأسبوع. طبعا المشاكل كتير كبيرة أمام الاتحاد اللبناني لتحديد الملاعب وتوقيت المباريات بظل أزمة الملاعب يلي واجهها. كيف كانت التشكيلة المثالية للمرحلة الخامسة؟ أفضل المدربين بالتأكيد موسى حجاج يلي خطف 3 نقاط مهمة لفريقه شباب الساحل أمام العهد. أمامه إذا فينا نقول أو بداية تشكيلته راح يكون محمد سنتينا مع التنويه بتألق نزيه طي وعلي حلال. حارس الراسينج راح يكون امامه زميله محمود كوجوك على الجهه اليسرى، احمد جرادي من الحكمه وحسين السيد قدموا اداء ممتاز بقلب الدفاع الاسبوع، الى جانبهم زهير عبد الله من شباب الساحل، حضور مميز للاعبي الساحل على ما يبدو بالتشكيله، اضافه للاعبي الراسينج لانه وسيم عبد الهادي ايضا موجود بمركز الجناح الايمن، الى جانبه ربيع عطايا واحمد جلول من الصفا. محمد حيدر اعتاد انه يكون بالتشكيله المثاليه، موجود بالمرحله الخامسه، اما بخط الهجوم مسجل الهدف الحاسم للصفا على النبي شيت علاء البابا وابراهيم السويداني اللي كان هدفه نقطه تحول بمباراه السلام زغرطه والانصار عندما سجل هدف التعادل قبل ما لوكاس جالان يعاقب فريقه السابق بهدف. اكيد عندنا ايضا دوري اللبناني للفوتسال بانتظار انه ينطلق، انتظار استئناف هالدوري من دون شك. المنتخب اللبناني للفوتسال كان عم يخوض مباراتين بالاردن، عم يفوز باول مباراه بنتيجه 5-3 وبالمباراه الوديه الثانيه بنتيجه 4-3، 7 مباريات على التوالي منتخب لبنان للفوتسال بعد ما تلقى اي هزيمه. ايضا برنامج المباريات رح تتابعوه خلال حلقه تي ال سبورتس. لهون بدي اروح انا وياكم لبريك اعلاني اول موعود بعد لنتابع حلقة جديدة من تي ال سبورتس. مرحب فيكم من جديد مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان بي تي ال سبورتس. يعني طبعا مثل ما تحدثنا عن كرة القدم ببداية الحلقة، افتتاحية الحلقة اليوم كانت على الحديث الأهم هو الجمهور اللبناني الغائب عن المدرجات الدانية. طبعا اليوم قضية الأسبوع رح تناقش هالموضوع وأكيد الإضاءة على أبرز المشكلات عن السبب وعن الحلول أيضا
باتصالات رح تكون معنا بالحلقة، لكن الأهم أنه ما يستمر غياب عن الجمهور عن الملاعب، لأنه هذا فعلا مؤثر على المستوى عام للاعبين ولا الأندية. بالفعل شرب الأهم شيء ما يكون السبب كمان أمني، لأنه بالفترة الأخيرة لبنان عم بيمر بطلعات ونزلات كتير، على أمل أنه بالأيام اللاحقة يطلع قرار بإدخال الجمهور من جديد، مثل ما شفنا العناصر القليلة من الجمهور بمباراة الصفا ونبيش. هالعناصر القليلة للأسف البعض منها كان عم ينقل الصورة السيئة عن جمهور كرة القدم بلبنان، لكن طبعا منتأمل انه ما تكون الامور بهالطريقة. بنهاية الامر الملاعب بحاجة لرواد. إذن بعد ضربة استبعاد جمهور النجمي عن الملاعب بقرار أمنية، كتير من الكلام قال، كتير من الكلام كان عم يحلل الواقع، لكن الأكيد يعني وبغض النظر عن رأي البعض أنه الأمن من المفترض أو القوى الأمنية من المفترض أنه تقوم بواجبها، هي عم تقوم بواجبها مشكورة بالملاعب، وهالأمر لمسناه خلال ديربي الكرة اللبنانية بين الأنصار والنجمي. ما فينا نطالب أكثر القوى الأمنية بالقيام بواجبها، خصوصا بالأوضاع والظروف الصعبة يلي عم يمر فيها البلد على الصعيد الأمني، لكن من دون شك كرة القدم تحتاج إلى كل الجهود لأنها تبقى قوية مثل ما ظهرت بالفترة الأخيرة. بتحتاج أيضا لجهود الأندية والاتحاد يكونوا إلى جانب القوى الأمنية، ما يكونوا مستسلمين لأي قرار بإبعاد الجمهور. جمهور هو فاكهة الملاعب، جمهور هو قضية الأسبوع بتأل سبورتس. أسبوع واحد كان كافي لينقلب المشهد الكروي بلبنان من مدرجات بتعج برواد طوائين لتزيين الملاعب هالسنة وإخراج الدوري بأبهى حلة ممكنة، إلى مدرجات خالية هجر محبينا والأسباب دايما أمنية. شرارة التوقيف بدأت خلال ديربي لبنان بين النجمة والأنصار الأسبوع الماضي، هتافات سياسية وطائفية ترددت على ألسن بعض الحاضرين على المدرجات، لكن الطامة الكبرى بس أوقع بعض المتهورين من جماهير بيدة فريق بالفخ. اللي صار بمباراة النجم الأنصار كان بينقسم لشقين، شق هتافات غير مقبولة كانت داخل الملعب قاموا فيها جمهور الأنصار وجمهور النجمة، والشق الثاني هو اللي صار بعض قلة صغيرة من جمهور النجمة خارج الملعب، وهذا كان مش مخطط له ولكن كان استمرار لحالة تفلت عند 15 أو 20 شخص صار لهم مدة هن وغير عناصر بغير جماهير عم تسيء للعبة، فما كان مخطط له، ولكن هالاستمرار والحالة لأنه لم يعالج سابقا. الاتحاد أصدر قرار بتغريم النجمة ونقل 3 مباريات للفريق إلى خارج ملعب صيدا وحرمانه من دخول الجمهور. البلدية بعد اللي صار بين الأنصار والنجمة اعتذرت عن قبول النجمة في المباراة اللي بتيجي بعد هيدا اللي هي مع الحكمة. الاتحاد أخذ قرار بـ3 مباريات، وهيدا بصراحة عنا اعتراض عليه. نحن بصراحة من ناشد الاتحاد ومن ناشد قيادات صيدا العظيمة انه نرجع نلعب ماتشنا مع طرابلس بملعب صيدا ولو كان من دون جمهور، اذا كان فعلا هالشي بيسبب حساسية. ارتدادات بعض المشاغبين ما وقفت عند حدود اتحاد كرة القدم، الموضوع اخذ ابعاد سياسية ومناطقية قد لا تحمد عقباها، ما اضطر المعنيين الى اخماد نار الفتنة اللي قد تتسبب بها بعض الجماهير. اعتراضنا انه اذا كان تم معاقبة نادي النجمي على تصرف جمهوره داخل الملعب، فهيدا الجمهور هو بنفس يجب أن معاقبة الجمهور الفريق الثاني لأنه صار داخل الملعب، غرامة مالية أو غير مالية. أما إذا كان تم معاقبة نادي النجمي بحرمانه 3 مباريات من الجمهور لتصرف بعض الجمهور خارج الملعب، ما في نادي بالعالم ولا في أي اتحاد بالعالم بيعاقب نادي على تصرف جمهوره خارج الملعب. شو بدنا نلحق كل مشجع على بيته؟ وبعد حملة مداهمات قام فيها القضاء المختص، صدر قرار بمنع الجمهور من حضور جميع مباريات المرحلة بالدرجة الأولى والثانية، قرار تبنته القوى الأمنية بناء على معطيات خاصة تمتلكها أجهزتها. هني عندهم فيديو، هني والقوى الأمنية قضاء والقوى الأمنية حللوا الفيديوز ومعروفين ل 17-18 شخص اللي فعلا كانوا مسيئين جدا بكل مباراة، يبدو انه صارت مداهمات واعتقالات. رابطة الجمهور حقيقة ما فيش تقامت بكل جهود اللي عليها، ولكن هيدا مش دورها ان تكون هي عنصر قوى امن، ما لها حق لا توقف ولا تعتقل ولا تقمع،
لها حق انه تحاول تعمل ضبط وانضباط لحدود معينة. وفعلا كان في داخل الملعب وضمن المدرجات عناصر كتير كبيرة من انضباط رابط الجمهور نادي النجمة. بس المسؤولية الأساسية الحقيقة هي على القوى الأمنية. نحن ما فينا الأندية نقوم محل واجب وسلطات وقدرة القوى الأمنية. وصرنا شهور وسنين ونقول للقوى الأمنية المطلوب حد أدنى من التفاعل مع رابطة الجمهور لضبط العناصر الغير منضبطة. شارع الكروي اللبناني متخوف من استمرار قرار منع الجمهور لمراحل لاحقة بإعادة لذكريات ما بعد العام 2005 عندما منع الجمهور من دخول الملاعب لسنوات. طلبي من الجمهور أنه يحاول يساعدنا بتنقية نفسه. طبعا مش مطلوب منه أنه هو يقوم بأي أعمال مش من صلاحيتنا، ولكن عدم الانجرار ولا قلة قليلة عم تسيء لنادينا. الأوضاع الأمنية السيئة يلي عم بيعيشها البلد عم تنعكس بشكل سلبي على جميع القطاعات فيه ومنها القطاع الرياضي، لذلك على الجمهور مواجهة هالتحديات وتقديم صورة حضارية بتعكس شغفهم وعشقهم بكرة القدم ونبذ جميع من يسيء للعبة والأندية. يعني طبعا كلام كتير حكي كتير وما زال مستمر حتى اليوم، لكن دائما السؤال هل اللي حصل لجمهور بلبنان هو عقاب لجمهور على تصرفاته أخيرا، أم هو واحد من الحلول يمكن الضعيفة إذا فينا نقول، لأنه يبعدوا الجمهور من أجل يتخلصوا من أعمال أو بالأحرى من أحرى مهمات كثيرة القوى الأمنية وغيره من المولجين بتنظيم المباريات. هالأمر رح نتحدث فيه أكثر مع الأستاذ علي صفا الإعلامي الرياضي الغني عن التعريف. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير، أحيي للجميع. تحية لك وأهلا وسهلا فيك ببرنامج تي أل سبورتس. السؤال الأول أكيد ما يرتبط باللي كتبته أنت بالأسبوع الماضي واللي أنا بدأت فيه أيضا الحديث بعد تقرير قضية الأسبوع، هل يلي حصل للجمهور أو القرار يلي صدر بحق جمهور كرة القدم هو عقاب أم هو حل؟ أول شيء شكرا لكم على فتح هذا الموضوع يلي صاروا حوالي 7 أو 8 سنين وما حدا عم بيعالجه. بتذكر منيح شارب العزيزي انه هيدي الحركات بعض الشله من الجمهور بدات على الملعب البلدي اثناء مباريات منتخب لبنان. صحيح، من 10 سنوات. نعم، من صور من 10 سنوات ولحديت هلا الشله بعض منها يتنقل هذه بالملعب وخصوصا من دسي بين جمهور النجمه. السؤال هو ليش خلال هالسنوات هيدي الكبيره ما حدا عمل شيء لاستئصال هذه الشلة، بالمعنى عدم الحضور يعني استئصال، لطردها أو لتطهير الملعب؟ ليش لحديت هلأ؟ وليش على طول على مباريات النجمة بالذات يلي بيكون فيها جمهور كبير؟ سؤال، ما هي مهمة الاتحاد بالضبط؟ ما هي مهمة القوى الأمنية بالضبط؟ وليش عم تنحط الأمور على نادي مش لأنه نجمة بالضبط، لا أي نادي آخر، ليش عم تنحط الأمور على إدارة النجمة؟ استاذ علي، برأيك أنه يلي حصل القرار الأخير من القوى الأمنية هو يرتبط بما حدث بمباراة النجمي والأنصار؟ يعني جمهور كرة القدم بلبنان كله عم يدفع، يعني شفنا الاجتماع عنده جمهور تنكون واقعيين، طرابلس عنده جمهور، راسينج والحكمة قادرين أيضا يجيبوا جمهور بمبارياتهم الحساسة. هل السؤال العريض يلي بيطرح نفسه جمهور كرة القدم بلبنان بحسب ما فهمت منك أنا عم يدفع ثمن يلي عملوه جمهور الأنصار والنجمي بمباراتهم الشهيرة بصيدا؟ مش بس جمهور كرة القدم، نوادي كرة القدم واللعبة والاتحاد والإعلام كلهم عم يدفعوا ثمن. والسؤال بيتوجه دغري إلى القوى الأمنية، إلى التنسيق العام. القوى الأمنية مهمتها ضبط الأمن، شايف شغلتها؟ شو بياخدوا مرتباتهم؟ مشكورين على هذا الأساس أنه يضبط الأمن، وهن اعتقدوا أو يعني تأكدوا على أنه هذه الشلة عم تخربط الأمن، مش هيك؟ نعم. فإذا ليش ما بيضبطوها؟ ليش ما بيقوموا بيجيبون بيضبطوها؟ العملية كلها عزيزي شربل عدم التنسيق المسؤول بالضبط ما بين النوادي وما بين الاتحاد وما بين القوى الأمنية وحتى ما بين أصحاب الملاعب. يعني كل واحد قاعد عم يشتغل على هوا، لدرجة إنه بعض الأطراف السياسية بتدخل على الخط أحيانا. نعم. لتمنع مباريات معينة على ملاعب معينة،
طيب شو بده يعملوا يعني مشان شو الموسم فايزا؟ لشو هالموسم كليته اذا في ناس من رؤساء البلديات او اصحاب الملاعب بيقول لك نحن ما لنا حاضرين ومرضنا. بس كيف؟ بس الخبره بتلعب دوره بالنسبه للقوى الامنيه اللي بنشوفها مثلا بالملاعب العربيه الاسيويه وبالعالم، في قوى امنيه عم تلعب دوره كما يجب بلبنان، عم بيحاولوا قد ما فيهم يعني نحن بنحييهم وبعدين بنطلب منهم اكيد البقاء مع اللاعبين، البقاء مع المشجعين، لازم يكون في بعض الغرامات لازم تنفرض على المشاغبين، لانه اذا بنشوف الملاعب العالميه دغري بينفرض غرامات، بنحط صور، بنحط اسامي مين اللي شاغب بهالفترات لتوقيفهم قبل دخولهم الملعب. نعم صحيح هذا الكلام. من مسؤول عن دخول الجمهور الى الملعب؟ الاتحاد. مضبوط؟ البواب فيهم اشخاص من قبل الاتحاد، وغالبا بيكون في باب واحد وبجانبهم قوى امنيه. فاذا الاتحاد وقيم الامن مسؤولين مبدئيا. نحن ما عم نقول مش مشكورين، يعني مشكورين جدا، ولكن تصرف قوى الامن مثلا اذا كان في تظاهرات مشاغبه، القوى الامنيه مشكوره شو عم تعمل؟ عم تحفظ على الامن. مضبوط؟ وتلاحق احيانا بهذه التظاهرات بعض المخلين وبعض جماعه الشغب بالشوارع. كثير كويس، مثل ما عم تعملوا بهدول اعملوا لنا كمان على المدرجات والحقوا لنا هدول، وكلنا 30 40 واحد معروفين بالاسماء ومعروفين بالوجوه. لكن المعادله صعبه بلبنان بالوقت الحالي، يعني نحن طبعا ما عندنا مثل البلدان العربيه المحيطه فينا ما يسمى بجهاز امن الملاعب يلي هو شغلته يأمن الملاعب. القوى الأمنية هي مطلوب منها تأمن كل 10452، وبظل الأوضاع الأمنية الصعبة بالبلد يعني القوى الأمنية ومصادر أمنية بتقول أو بتبرر بالأحرى أنه عنا إشياء أهم من مباريات الفوتبول نأمنها، وخصوصا عم نشوف التهديدات لكثير من المرافق الموجودة بالبلد بسبب يعني التحركات الإرهابية يلي عم تضرب لبنان للأسف. نعم شامل، على اساس وطني وعلى اساس الظروف الحاليه، المتنفس الوحيد الباقي للناس من هذه الظروف الضاغطه شو هو؟ يكاد تكون الرياضه. على هذا الاساس بدنا نعطيها اهميه كثير، مثل ما بنحمي مكتب وزير بمئات المدججين بالسلاح من قوى الامن الله يعطيهم العافيه، خلينا نحمي ربع جزء من هذول في الملاعب الرياضيه وبنقول لهم شكرا لكم. اما انه نحن مكاتب وزراء معينه طبعا هذا واجب، بس ونمنع الجمهور من الدخول الى الملعب هذا منه منطقي ابدا. طب بتشوف انه الملاعب كمان لازم تلعب دوره، النوادي بالاحرى لازم تلعب دوره بمساعده القوى الامنيه لضبط شوي الوضع بالملاعب، لانه هذا من روابط الجمهور تحديدا استاذ عم. نعم الروابط جاهزه بعتقد، وخصوصا اللي عندها جماهير كبيره انه تساعد القوى الامنيه، لكن عزيزي شربل ما عندها الروابط سلطه رسميه لقمع لاعبين لقمع جمهور عفوا شغب، ولا النوادي ادارات النوادي عندها سلطه رسميه. السلطه القانونيه موجوده عند الاتحاد، والسلطه الامنيه موجوده عند قوى الامن، فاذا اللي عندهم بايديهم سلطات هم لازم يتصرفوا، هم مسؤولين مش معاقبه النوادي. سؤال اخير استاذ علي، سؤال اخير معنويا بالروابط بتساعد معنويا. سؤال اخير، الى اي مدى بتعتقد انه هالقرار ما بدي اقول بضر كره القدم اللبنانيه لكن قادر يستمر لفتره كثير طويله، واذا استمر شو راح تكون النتيجه برايك على الموسم الواعد ببدايته؟ شوف اللعبه هي يعني اكاد ان تحتضر، بتعرف رايي انت قبل عزيز الشربي. صحيح اللعبه تكاد ان تحتضر لولا انه في نقل تلفزيوني. اذا بدنا نعمل موسم رياضي اعلام بشكل عام، خلينا نقول الاعلام يمس، نعم اذا كان يمس هذه الشرائح كلياتها يجب ان يكون في تنسيق سريع، مش كل طرف من الاطراف المعنيه باللعبه انه تاخذ قرار على ذوقها، بده يكون في تنسيق بين النوادي وبين ادارات الملاعب وبين الاتحاد وبين قوى الامن. يعني شتان ما بين الماضي واليوم، ايام ما كنت نجم بفريق النجمه، يعني اذا ما خلتني الذاكره اول هدف فوز للنجمة على الانصار بمباراة ديربي بين القطبين كنت عم تسجل بكرة رأسية. استاذ علي صفر بتشكر كثير مشاركتك معنا لليلة، على امل انه يعني الامور الجماهيرية تنحل بشكل كثير سريع وكرة القدم تستعيد عافيتها، لانه من دور جمهور اكيد رح تكون مريضة، وبانتظار كتاباتك ايضا عبر صحيفة الاخبار لتغنينا اكثر. شكرا لك. يعني طبعا مستمرين معكم مشاهدينا بمساله قضيه الاسبوعين، مثل ما سمعنا استاذ علي صفا
واضح كان المسؤولية مشتركة بين الأندية بين الاتحاد وبين قوى الأمن. بيّن عليه شربل أنه كان كتير متضايق من ردة الفعل عم بتصير بالبلد لأنه ما حدا عم بينظر لها بشكل جدي، لأنه هاي الأمور إذا بتكفي صراحة تخيل موسم كامل بلا جمهور على أرض الملعب هيدا بيضر بصحة كرة القدم. أنا بشوف أنه أفضل طريقة هي المخالفات، رفع البنالتيز، هيك أكيد بيضبطوا لاعبينهم بيضبطوا جمهورهم واكيد الفوتبول بيصير احسن. صعبه هيك انه داني تنحل الامور بالامور الماديه، لانه بنهايه الامر الانديه هي عم تتكبد. رابط جمهور له دور كتير كبير بالمدرجات. كرمال هيك ايضا رح يكون معنا توفيق حمزه رئيس الرابطه المركزيه لنادي الانصار. مساء الخير سيد توفيق. أهلاً، يعطيك العافية. يعني بتمنى بالبداية توطي صوت التلفزيون حدك تتقدر تسمعني من التليفون مباشرة. ماشي، سيد توفيق، يعني بدون شك أحداث مباراة النجم والأنصار كانت على كل لسان. يمكن البعض عم بيقول أنه الأندية اللبنانية الأخرى عم تدفع حق هالأمر. أنتوا أكيد ما راح تقولوا أنه مذنبين بشيء، وهذا هو حال لسان جمهور الأنصار كان بالفترة الأخيرة. لكن أنا بدي أسألك اليوم، إلى أي مدى عم تشعروا بالغبن من القرار الأمني اللي اتخذ بإبعادكم عن الملاعب؟ وخصوصا أنا بعرف أنتوا الرابطة تبعكم الأنصار اشتغلتوا كتير تترجعوا الثقة إلى جمهور الأنصار ولا يرجع يعود موجود بملاعب كرة القدم. أول شيء بدي أحييك وحيي ضيفك وبرنامجك. على كثير نحن مضايقين من القرار اللي أخذت القوى الأمنية، لأخذ القرار لحالها بدون ما ترجع لحدا، لا للنادي ولا الروابط. مع العلم نحن ما في مباراة تنعمل بيننا وبين نادي النجمة إلا ما بنكون عنا اجتماع نحن والقوى الأمنية ونحدد عدد الروابط، أعضاء الروابط كيف بتكون بالمدرجات. ونحن إن بدي أقول لك قلينا حوالي 10 أيام نشتغل بهذا الماتش، تأجل وما تأجل يوميا نحن عم نشتغل ونحكي مع القوى الأمنية كيف بدنا نطلع المباراة نظيفة ونحد من الهتافات. نعم. اشتغلنا على طريقة كيف بيكون بيظهر جمهور من قبل وبأي طريقة بيظهر وإلى آخره. هلأ كمباراة بقلب الملعب جوا، أنا بحكي عن جمهوري، كنت أنا يعني ما بدي أقول لك أنا 80% وأكثر كنت أنا مضبوط الجمهور، أنا قائد الرابطة كنت ماشي فيها للأعضاء، وأي واحد بيركض على الهتاف عم نركض لا من المعروف إلى آخره. طيب واللي رفعوا أعلام شو عملتوا معهم؟ يلي رفعوا أعلام عندي الأعلام لما رحت أنا في ولد معه علم الطيار، ركضت عليه قلت له من المعروف أنا قبل منك بالطيار، لكن هلا نحن لعبة كرة القدم منا مع حدا، نحن هلا مع النادي تبعنا مع فريقنا. صحيح. اللي تطلع بعيونك لهونيك شوف الأعلام يلي لونها هيك واللي لونها هيك، وبالمنطق شفت لي حوالي 10 أعلام لون اليالو ما بدي اقول لمين وعلمين اخضر، طلعت هيك قلت له طيب تكرم عينك لما يرفعوهم طلعوا هالعلم، لكن بتكرمني وبتعطيني اياه؟ قال لي طيب تكرم عينك هاي العلم لكن شوف بعينك شو عم يعمل. وبالفعل انا ما بدي احكي عن مباراه النجم والانصار، بدي احكي عن القرار بشكل عام. يعني باختصار لو سمحت لضيق الوقت، مساله منع الجمهور من دخول الملاعب، حضرتك كرئيس للرابطة المركزيه بنادي الانصار واكيد تواصلك مع باقي رؤساء الروابط بالانديه الاخرى، شو رح تعملوا خطوات هالأسبوع تتخلوا الجمهور يرجع إلى كل ملاعب كرة القدم على صعيد روابط الجماهير المختصة والمرتبطة بكل أندية الدوري اللبناني؟ نحن كروابط جماهير حنشتغل مع بعضنا وحنطلع بقرار واحد إنه نحن مع دخول الجمهور إلى الملعب. طبعا بدنا نقعد اجتماع مع القوى الأمنية ونتفق معهم نحن على عملية تكون انه نحن ما بدي اقول الحق. تواصلت يعني مع غير روابط استاذ توفيق؟ تواصلت مع غير روابط؟ مع رابط النجمة، هو اكبر عددين بالجماهير هو النجمة ونحن. صحيح. وما عم بيطلع القرار هذا بدون جمهور الا من وراء جمهور النجمة وامراض بيقولوا من جمهورنا، خلينا نحكي دغري. لكن نحن كرابطة نجمة وكرابطتنا نحن وكرابطة العهد وكرابطة النبيشيت والى اخره حنعمل اجتماع ان ما بكره بيكون بعد بكره وحناخذ موعد من القوى الأمنية ونتفق على رفض منع الجمهور من دخول الملاعب، لأنه الجمهور هو رونق اللعبة وما حلوة لعبة الفوتبول بدون جمهور، يعني كأنه مطرب عم يغني لحاله ما في قدامه حدا
الا هو والميكرو تبعه. صحيح، يعني انا بدي اتشكرك كثير على تواصلك معنا لليله، واكيد يعني بنشد على ايدكم باللي بدكم تعملوه بالايام القليله المقبله، على امل انه توصلوا للنجاح وتقدروا اكيد ترجعوا الجمهور الى الملاعب، وهو حاجه كبيره مثل ما قلت. سريعا المشاهدين رح نروح لبريك اعلاني بحلقتنا الليله، ونعود بعدها لنفتح الصفحه المحليه المتفرقه والصفحه الدوليه بتي ال سبورتس. بالعوده الى تي ال سبورتس رح نروح اكيد مع رجبي يونيون، بعدين رح نكون مع مواضيع اخرى. بالبينج بونج لبطولة لبنان للسيدات المفتوحة كانت عم بتصير بمشاركة عدد كثير كبير من اللاعبات، ننتقل نشوف الريبورت. ببطولة لبنان بالبينج بونج المفتوحة لفئة السيدات وبمشاركة 34 لاعبة، كان التحدي مرتفع لأقصى الدرجات بمجمع المولاسال الرياضي، وتبارت جميع اللاعبات بمختلف الأعمار، وبلغت المنافسة حدتها حين بلغ المباراة النهائية ماريانا سحكيان وملاك خوري، وقد عرفت هالمباراة تشويق ولا أروع حين امتدت لخمس أشواط، وتمكنت سحكيان من الفوز بالأخير 3-2 بعد ما استعانت بخبرتها الطويلة بملاعب الطاولة، وكسبت الأشواط بنتيجة 6-11 16-14 14-6 11-8 و11-6 لتأكد سحكيان ورغم التعب اللي عرفته بالبطولات السابقة إنه هي دائما حاضرة للمنافسة بأي وقت وأي مكان. لا شك إنه المباريات كانت حساسة، صحيح إنه جولة شرم الشيخ أتعبتني، إنما هالأمر ما منعني من المشاركة والفوز ببطولة لبنان المفتوحة للسيدات. عندي إصابة بإيدي كان ممكن إنهي المباريات بشكل أسرع، إنما هالأمر ما صار واشتدت الجولات. البطولة انتهت، إنما التتويج ما صار لعدم وصول الكؤوس للملعب. على أمل بالمستقبل يصير في تتويج بكافة الملاعب. من البينج بونج نروح للرجبي يونيون. خاتمة بطولات الرجبي يونيون جرت على ملعب فؤاد شهاب بجوني بين فريق بيروت المدعم بلاعبين عندهم خبرة طويلة بالملاعب، وفريق جوني اللي بينتظروا مستقبل واعد. جوني فريق بعده جديد، بس من شو شفت لعبوا كتير منيح، لعبهم كان حلو يعني، بس بعد بدنا شغل كتير، وبدنا نكون سوا نعطي من كل قلبنا وكل روحنا نلعب اللعبة المرة الجاي. يعني في أمل، يعني الشباب عندهم good spirit وفيهم يلعبوا. يعني قد تكون المباراة من طرف واحد لما أمطر الفريق البيروتي نظيره بنقاط متتالية لتنتهي المباراة 59-5، إلا أنه هالضغط النفسي ما أوقف محاولات الفريق الكسرواني للوصول للمنطقة الثانية ولو بمحاولة وحيدة. الأمر المؤسف كان مع عدم تسجيل نقاط سهلة نسبيا. هلا هني فريق إجمالا يعني جديد بعده، ونحن يعني صلنا زمان مع بعض ونتدرب مرتين بالجمعة، فيعني إن شاء الله هي بس تتطور اللعبة ويصير عندهم كوتشز زيادة وترينينج بروجرامز يصيروا يقوى مثلنا. يعني أكيد موسم الكروي كان أكثر من رائع، بطولات الركبي يونيون عم تعرف نهضة ما إلى مثيل، والمستقبل رح يكون خير دليل على هالمعلومة. دائما بلبنان الكلاسيكو كان شغل الكرة الأرضية، كان شغل العالم كلهم، وكان شغل اللبنانيين بالطبع. تزريق كان كتير كبير بين مشجعي البرسا والريال، لكن كيف كانت الأجواء وكيف تابع اللبنانيين مباراة الأهم، مباراة الأفضل بالعالم، برشلونة وريال مدريد؟ هيدا مشاهد مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو أو ساحة سيبلس الشهيرة بمدريد. هيدا مقهى صغير احتضن شباب وصبايا من مختلف المناطق اللبنانية. على وقع الانفجارات يلي هزت ضاحية بيروت الجنوبية، توحد اللبنانية بفعل ساحرة مستديرة أسرت القلوب. خلعوا رداء أحزابهم ومذاهبهم وتلحفوا بوشاح ملكة وآخر كتالوني، وشكلوا بانوراما مصغرة لكيفية التعايش برغم الاختلاف. تسمرت حشود كبيرة أمام شاشات عملاقة لمتابعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة. جماهير الفريقين أعلنت حرب من نوع خاص. 5-0 لبرشلونة. أكيد 5. كلاسيكو فريد من نوعه، شغل الناس بأدق تفاصيله. فضلت الجماهير متابعته على حساب فرقهم المحلية ومنتخباتهم الوطنية. هدوء حذر خيم على الجبهتين،
كسروا لويس سواريز بهدف ألهب حماس الكتالونيين. ارتفاع وتيرة الاشتباكات الكروية أثارت حماسة الجماهير يلي استمتعوا بمشاهدة قناصين عم يصيبوا الشباك بدقة متناهية. جماهير برشلونة حسمت لقب الليغا لصالح فريقها. اعتبرت فوز رجال المدرب لويس أنريكي بمثابة بشارة النصر الحاسم بالصراع على اللقب. أما جماهير مدريد الخائبة صبت جام غضبها على المدرب رافا بينيتيز، لكنها واثقة من قدرة فريقها على إحراز الألقاب هالموسم. وفى كلاسيكو الأرض بوعوده، جمع المتابعين تحت رايتين ما إلهم ثالث، قدم نموذج ناجح بكيفية تحقيق الفوز وتقبل الخسارة، وأكد أنه كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. خيبة وفرحة وردود فعل بالملايين إذا فينا نقول على كل مواقع التواصل الاجتماعي. رح أروح على السوشيال ميديا مع زميلتنا نتالي نصر الله. مساء الخير. البداية مع المباراة اللي شغلت كتار من متابعي كرة القدم حول العالم، أكيد كلاسيكو ريال وبرسا اللي حصل نهار السبت على ملعب البرنابيو. عديد من المحاولات المدريدية، التعليقات انهمرت على مواقع السوشيال ميديا فور انتهاء المباراة لتهنئة فريق البرسا على هالفوز. الخبر الثاني رح يكون عن اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام. من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن فرحتهم باختيار مجلة بيبول وأعجابهم بهاللاعب. الخبر الثالث والأخير رح يكون عن ابن مدرب فريق تشيلسي جوزيه مورينيو. يبدو أنه جوزيه مورينيو جونيور ورد عن بيو روح الاستفزاز، فبعد خسارة ريال مدريد الكبيرة أمام فريق البارسا نهار السبت قام بارتداء قميص الفريق الكتالوني والتقط صورة وأشار بأصابع إيده إلى الأربع أهداف يلي دخلوا مرمى ريال، وكأنه طريقة لرد اعتبار بيو يلي غادر فريق ريال مدريد بأيار 2013 من الباب الضيق. كتار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تركوا تعليقات على هالصورة، بعضها إيجابية وبعضها سلبية. مع هالخبر بنكون وصلنا لختام فقرة السوشيال ميديا. بشوفكن جمعة الجاي مع أخبار جديدة. باي. ختام تل سبورتس أكيد مع لقطة الأسبوع. مش بس الجمهور غايب عن مباريات كرة القدم، إنما للأسف عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر. إصابة لاعب الحكمي زكريا شرارة هي رسالة للجميع بضرورة حضور الخدمات الأمنية بالملاعب. إلى اللقاء.